مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. بعد صديقي أمس، فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يضع اليوم حجر أساس مشروع بناء المعهد الجامعي للبترول بمدينة مو حاضرة كانم، وتقدر قيمة المشروع بخمسة مليارات من الفرنكات الأفريقية. هذه المناسبة كانت بحضور بعض من الوزراء والنواب والمسؤولين الإداريين والعسكريين بجانب سكان المنطقة. سعيد أحمد حسن. تشاد دولة بترولية بكل المقاييس، وما زال نفطها كواحات باطنية في أراضيها المباركة، وتسعى السلطات العليا لتأهيل الموارد البشرية ذوي الكفاءات لرفع التحديات في هذا القطاع. وعليه وضع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حجر الأساس للمعهد الوطني العالي للبترول بماو. وبدأ فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حجر الأساس لبناء المعهد الوطني العالي للبترول بماو. حاكم إقليم كانم عبادي ساير فضل قال: بالأمس القريب وضعتم حجر الأساس للحقل البترولي الغازي بضواحي رجرك، واليوم حجر أساس آخر لتكوين وتأهيل ذوي الخبرة والكفاءة في مجال استثمار النفط ومشتقاته، وهذا يدل على أن عينكم الساهرة تحيط بأبناء الوطن وتسعى لتحقيق الرقي به، ومهما سردنا من خطابات لن توفيكم حقكم. مضيفا: نحن لا نكاد نقدر على إحصاء إنجازاتكم لهذا البلد لأنها لا متناهية، وأتمنى لكم مزيدا من التقدم والإنجازات. وقد أعطى المدير العام لشركة أجري تشاد شروحات مفصلة عن مساحة المبنى وأقسامه وفروعه والمعدات التي سيحتويها المعهد الوطني العالي للبترول. ومن ضمن هذه الشروحات أن مساحة المعهد تقدر بستين ألف متر مربع، وبه عدة مباني، منها المبنى الخاص بالمعلمين والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، ومكتبة علمية تسع لمئتي طالب، وخزان مياه بسعة 70 ألف متر مكعب، إضافة إلى صالات محاضرات وداخلية طلاب وغيرها. أما وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تيسو قال: إن إقليم كانم حافل بالعمل والتعليم منذ أمد بعيد، ونحن على تأكيد بأن أبناء هذا الإقليم سيكونوا عند حسن ظننا ولن يخيبونا أبدا، مثنيا على جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خاصة في جانب النساء والشباب، مبشرا للجميع أن تشاد مقبلة على نهضة واسعة في جميع المجالات خاصة القطاع التعليمي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العليا بالبلاد. المعهد الوطني العالي للبترول بماو يعود إلى موطنه الأصلي. هذا المعهد يخرج كوادر متخصصين في البحث والتنقيب ونقل وخزن النفط الذي سيكتمل بناؤه في مدة لا تتجاوز 18 شهرا. وفي نهاية المناسبة طوف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حشود الجماهير شاكرا إياهم على حسن الترحاب وكرم الضيافة. وعقب وضع حجر أساس بناء المعهد، تحدث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن أهمية المعهد في بلد بترولي كتشاد، وذلك بإتاحة الفرصة لأبناء الوطن بالدراسة داخل البلاد. نتابع جزء من تصريح فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في ميكروفون الزميل سعيد أحمد حسن. زي ما تعرفوا ما مدرسة لكن كلية يعني جامعية. أنا البترول هنا المأو أسسناه تقريبا عند زيادة من 10 سنة، لكن أسسنا باللواي مرض من مجلس النواب، لكن ما قدرنا بنينا هنا في مأو المهد. الحمد لله اليوم وصلنا لدرجة ربنا خلانا يعني لقينا التمويل ما من برا، لكن تمويل من الخزانة نجاد، وعلى هذا زي ما سمعتوا تمويل 5 مليار فرنك سيفا، وإن شاء الله زي ما خدتنا حجر الأساس الناس المكلفين بها سواء كان الشركة المبني أو الشركة المتخصص المراقب يعملوا جهوده في وقت يعني 18 شهر ده يخلوا يلا كان يمشي يقروا في إنجمينة، بعد ذا كان هنا يقروا في مكان آخر، ما يعني ما مكان كده مناسب، لكن
بعد ما بيجيتوا انتوا الدولة البترولية مهم انه لازم لكم متخصصين شديدين لخدمة الوطن فيما يخص الاقتصاد البترولي. هذا خلانا شيء أسسنا وجهدنا المهد ده، واليوم حطينا حجر الأساس من البني. ونقول كلمتين ممكن للشركة البني والشركة الشادية والشركة المراقب وذات شركة الشادية، يعني شركات الاثنين ده يعمل يعني شيء مناسب على حسب التكليف وعلى حسب جزء العمل، يعملوا شيء مناسب لكن شيء قوي، ما يعملوا زي ما عرفناه زمان ده. عندنا خدمات كثيرة جدا للشركات الشادية، لكن أحيانا كان ما قادرين على حسب الشيء. 5 مليار ده من الخزانة، ده فلوس فلوسنا الجاز وفلوسنا الشعب التشاري، ولازم الشركة والشركة التبني والشركة المراقب اللي يعملوا شيء قوي جديد زي ما وافقنا فيها.